أول بلد قام بنزع الأسلحة النووية، موطن التفاح وأزهار الخزامة، أول أرض روضت فيها الأحصنة، كازاخستان. ليس مجرد انعكاس للمدينة على صفحة الماء، إنه انعكاس لروح الأمة التي تعيش على هذه الأرض منذ بداية الزمن. أستانا، حلم الاستقلال والرخاء الذي تحول إلى حقيقة. خلال 15 عاما فقط تحولت هذه العاصمة الصغيرة المميزة إلى ثاني أكبر مدينة في كازاخستان. شكلت العمارة الفريدة في المدينة صورة مميزة أصبحت تشتهر بها حول العالم. خان شاطر، قصر على شكل هرم ويعتبر الخيمة الكبرى على الأرض. كل الأبنية في العاصمة الكازاخستانية تسحر وتذهل الناس، وهذا الأمر ينطبق على صرح بايتريك، المعلم الأساسي في العاصمة والذي يشبه برج إيفيل في باريس، حيث أصبحت هذه التحفة المعمارية الفريدة المكان المفضل للسكان وزوار المدينة. الكازاخيون هم حفدة وحماة وحراس التقاليد والتاريخ والحضارة التي خلفها توميريس ساكا وهون أتيلا والخان العظيم، فقد حافظوا على إرث الأجداد وعملوا على إحيائه. هكذا أصبحت كازاخستان معروفة في كل العالم اليوم، حضارة فريدة وماض مجيد. إنها أرض طيبة وشعب كريم مضياف، أثبت على مدى 20 عاما من انتظار الاستقلال حقه في الوجود والحياة. تعد كازاخستان 9 أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، تحدها روسيا من الشمال والصين من الشرق، أما من الغرب فيحيط بها بحر قزوين، وتعادل مساحتها مساحة فرنسا ب5 أضعاف، ومساحة تركيا ب3 أضعاف، ومساحة اليابان ب7 أضعاف. بموقعها المميز على طريق الحرير القديم تتمتع كازاخستان بوفرة المناظر الطبيعية الخلابة وبعض أغرب المشاهد الطبيعية في العالم، كما يوجد هنا عدد غير محدود من الأنصاب الحضرية، فقد تم شق أكثر من 700 طريق سياحي على أراضي كازاخستان الحديثة. يمر أحدها بمنطقة مانغيستو التي تقع بين بحر قزوين والصحراء. منطقة مانغيستو شمال غرب كازاخستان، ولها حدود مع أوزبكستان وتركمانستان وبحر قزوين إلى الغرب. تأسست مانغيستو في 20 من آذار مارس عام 1973، وحصلت على اسمها التاريخي مانجستو في 17 من شهر أغسطس آب عام 1990. مدينة أكتاو هي مركز المنطقة وتبلغ مساحتها 16564 هكتارا، ويبلغ عدد سكانها 524,000 نسمة. بحر قزوين الفضي تعكس مياهه الممتدة ضوء الشمس وكأنه طبق فضي، كما لو أن سفينة قديمة تجمدت على هذا الجرف الذي يرتفع فوق سطح البحر ويحفظ أسرار القرون كلها لنفسه. تشتهر مانجستو بمخزون النفط الهائل، إضافة إلى غناها بالتاريخ الذي ما زال الكثير منه مجهولا. يسمي الكازاخيون مانجستو أرض القديسين 362، ولا غرابة في هذه التسمية، حيث يوجد أكثر من نصف الصروح التاريخية التي يبلغ عددها 25,000 في هذه المنطقة، ولكل منها فرادته الخاصة دون شك. في منطقة مانجستو وحدها مئات المعابد، ومن أشهرها مساجد شكباك أتا وشولبان أتا وبيكيت أتا، وهي محفورة في الجبال. كان لهذه المساجد أثر مباشر على انتشار الإسلام في آسيا الوسطى، وتجتذب أعدادا متزايدة من السياح والعباد كل سنة، حيث يقصد الناس هذه الأماكن المقدسة للحصول على السكينة والسلام. ما تقوله الأساطير عن تاريخ مانجستو. إذا زرتم المكان فلا تفوتوا زيارة الأماكن المقدسة. من المستحيل أيضا أن تفوتوا رؤية أروع المناظر الطبيعية في غرب كازاخستان. إنه المكان المفضل لدى السياح في هذا الوادي المغطى بالنبات والكتل الحجرية الدائرية. شبه الكاتب الكازاخي إبيش كيكلايف مانجستو بالجميلة النائمة، والصور التي تم التقاطها من الفضاء تؤكد دقة هذا التشبيه. إنها لوحة لا تصفها الكلمات. لا يستطيع أحد تجاهل روعة المناظر الطبيعية، حيث يعتقد العلماء أن فرادة الطبيعة هنا تعود إلى التذرية التي حدثت قبل مليون سنة، وهذا يفسر وجود الكثير من المناظر الطبيعية الغريبة الخلابة. من أبرز رموز منتجع بوراباي هذان الجرفان أوغبتاس وجمبتاس، والاسمان يعبران عن نفسيهما. فالاسم الأول أوغبتاس الذي يعني المرتفع في السماء الزرقاء، أصبح مكانا عصيا حتى على أمهر الرماه. أما جمبكتاس فيعني اللغز الحجري، وهو يظهر أحيانا على شكل شابة جميلة وأحيانا على شكل امرأة عجوز، لكن الصور في مخيلة السياح لا تنتهي عندما يتعلق الأمر بتفسير صور هذين الجرفين. لا تقل بوراباي عن سويسرا بشيء، فكل شيء هنا جميل، الماء والجبال والغابات والهواء النقي. أتينا إلى هنا للاستجمام، فقد كنا نحلم دائما بزيارة بوراباي، واليوم أصبح هذا الحلم حقيقة. مكان رائع. تعج بوراباي بكل أنواع الأساطير، فقد ضم هذا الموقع مقرات إقامة كل الحكام الكازاخيين، كما أبيلاي خان الذي وحد كازاخستان كان يقيم في بوراباي. هنا في هذا الوادي رفعه سلاطين القبائل الكازاخية على قطعة من اللباد الأبيض فوق الجميع كاعتراف له بامتلاكه القوة المركزية، ثم انطلقت القوات الكازاخية المتحدة لتبدأ رحلة انتصاراتها ضد المغول. منطقة شرق كازاخستان تضم معظم جبال ألتاي، ولها حدود مشتركة مع الصين وروسيا، وهي غنية بمصادر المياه، حيث يجري في أراضيها أكثر من 800 نهر. إنها منطقة كاتون كاراغاي التي تعتبر لؤلؤة شرق كازاخستان، وهي منطقة محفوظة. ينمو الكثير من الأعشاب الطبية والنباتات النادرة هنا. المنطقة غنية بالغابات الجبلية المرتفعة والأودية المزهرة والأنهار المنحدرة الغنية بالأسماك. وفوق كل هذا تشمخ قمة جبل بيلوكا الذي يرتفع 4500 متر فوق سطح البحر. تتميز المنطقة بشكل خاص بمزارع الأيائل، ويتم استخراج مادة تسمى البانتوكرين من قرونها. بدأت تربية الأيائل لإنتاج هذه المادة في القرن ال18، حيث يعتقد الكثيرون أن لهذه المادة خواص طبية، ولهذا انتشرت المراكز الصحية الخاصة التي تحوي أحواض مياه ممزوجة بمادة البانتوكرين، وأصبحت مشهورة كمقصد للسياح. يرتبط الكثير من الأساطير الخرافية بهذه الأماكن، وتقول إحداها إن مركز العالم أو ما يسمى الشمبال الغامض يقع في جبال ألتاي. سيكون من السهل عليكم تصديق هذه الأسطورة عندما تجدون أنفسكم على حافة أروع بحيرة في العالم، بحيرة الرحمن. يصب شلال يرتفع 80 مترا في البحيرة، ويعتقد أن لهذا الماء خصائص طبية تساعد في علاج أمراض الأوعية الدموية والعصبية ومشاكل التنفس. كما تشكل ينابيع الرحمن نقطة توقف رئيسية على طريق السياح الذين يزورون المنطقة الشرقية. أنا في كازاخستان منذ شهر ونصف، وقد جئت في البداية إلى أكتاو، ثم تنقلت بين مختلف الأماكن، وأنا الآن في أكسو زباجلي. قمت بزيارة السهل الصحراوي والعديد من الأماكن المختلفة التي يملك كل منها بيئته الخاصة، ويسعدني أن أكون هنا. ثمة الكثير من أماكن الجذب التاريخية في هذه المنطقة، لكن أكثرها شهرة هو مدافن برييلسكي. يسمى هذا المكان الوادي الإمبراطوري، وهو مدفن يعود لأحد أمراء قبائل ساكا، ويرجع تاريخه إلى القرن الخامس، وهو مصدر اهتمام كبير من قبل الباحثين. لا يزال الوادي يخضع لعمليات التنقيب الأثرية حتى اليوم، وهناك مخطط لبناء متحف مكشوف في هذا المكان مستقبلا. منطقة ألماتي ألبس تقع جنوب شرق كازاخستان، وتشكل مدينة التالتي كورغان مركزها الإداري. تعتبر بحيرات كولساي لؤلؤة منطقة تيان شان الشمالية. إنها تقع ضمن منطقة المتنزه الوطني كولساي كولديري، وهي مخيم سياحي حيث بنيت منازل الزوار وحددت مواقع التخييم من أجل راحة السياح. تضم الجولة السياحية التي تمتد على طول 25 كيلومترا زيارة بحيرات كولساي الثلاث، وممر ساري بولاك، وبحيرة إيزيكور، حيث تحيط بالبحيرات غابة تيان شان الصنوبرية. بحيرة كايندي هي من المقاصد الرئيسية بالنسبة إلى السياح الذين يزورون منطقة ألماتي ألبس، وهي تقع في وادي ألاتاو كونغيه. هناك حقيقة مثيرة للاهتمام حول هذه البحيرة، وهي أنها تشكلت نتيجة زلزال سبب انهيار التربة، ما شكل سدا طبيعيا أدى إلى تجمع المياه التي أصبحت فيما بعد بحيرة كايندي. وأصبحت هذه البحيرة رغم انخفاض درجة حرارتها مقصدا شعبيا لهواة الغطس. يمتد وادي شارينسكي مسافة تتجاوز 80 كيلومترا، وهو يشكل نظاما حيويا فريدا ومنطقة طبيعية خلابة. نحن الآن في متنزه شارينسكي الوطني الذي تأسس عام 2004. يتألف الوادي من صخور رسوبية تعود إلى 12 مليون سنة، ويبلغ ارتفاع أجرف الوادي 300 متر. وهذا هو وادي القلاع الذي يستمد اسمه من هذه الكتل الصخرية الهائلة التي تشبه القلاع. ثمة واد آخر من هذا النوع في ولاية أريزونا الأمريكية. جئت إلى هنا من الصين تحديدا، وهي زيارتي الأولى إلى كازاخستان. إنها عظيمة ورائعة، وأعتقد أنها من الأماكن الفريدة في العالم. جئت من الصين مع زملائي لزيارة هذا المكان الجميل الذي نفتقد مثيله في الصين، إذ لا يوجد سوى مكان مشابه له في أمريكا. رسالة من الزمن القديم ينتصب الصرح الصخري سيميريتشي تامغالي كأثر فني قديم مذهل. عاش أسلاف الكازاخيين القدماء في هذه المنطقة قبل آلاف السنين، وتركوا آلاف الرسوم الكهفية على هذه الصخور. يعود معظم هذه الرسوم إلى العصر البرونزي، وقد تم إدراجها عام 2004 على لائحة اليونسكو للتراث مسجدان في العالم بنيا دون استخدام مسامير، الأول في منطقة كولجا الصينية، والآخر في منطقة ألماتي ألباس الكازاخية. هذا المسجد الذي يشبه المعابد الصينية في نهاية القرن ال19 على يد معماري صيني، وذلك بناء على طلب المسلمين المحليين. تشكل كبرى مدن كازاخستان والعاصمة السابقة ألماتي المركز الاقتصادي والمالي لكازاخستان اليوم، وهي تضم حوالي 2 مليون نسمة. يعد منتجع تشيمبولاك للتزلج من أهم عوامل الجذب في مدينة ألماتي، وهو يقع على ارتفاع 2100 متر في جبال زايليسكي ألاتاو. ونظرا لموقعها الرائع ومناخها المعتدل، تحول منتجع تشيمبولاك إلى قبلة لهواة ومحترفي التزلج في العالم. تمتد سكة تشيمبولاك المعلقة على طول 4.5 كيلومترات، وهي ثالث أطول سكة معلقة في العالم بعد مثيلتيها في أمريكا وفرنسا. على حلبة تزلج جبلية في العالم، وهي من أروع الأماكن ليس في ألماتي فقط بل في كل كازاخستان. تقع هذه الحلبة في جبل يرتفع 1500 متر فوق سطح البحر، وتبلغ مساحتها 10500 متر مربع، ويتم استخدام مياه الجبال لملء الحلبة التي تتجمد بشكل طبيعي. بموقعها المميز في جبال زايليسكي ألاتاو وشهرتها بالتفاح الأسطوري أوبورتو، تزهر مدينة ألماتي كل سنة، حيث تشهد بشكل مستمر تشييد أبنية جميلة وتحف معمارية رائعة. تلك كانت رحلتنا إلى لؤلؤة سيميريتشي مدينة ألماتي. وهكذا انتهت رحلتنا في أروع الأماكن في كازاخستان، ومع أنه من المستحيل أن يكفي فيلم واحد للإحاطة بكل شيء عن تاسع أكبر بلد في العالم، ولكن كما تقول الحكمة الصورة تغني عن ألف كلمة. أهلا بكم في كازاخستان.